السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم، وأنا أشكر مختار الشرفي والأستاذة أمل، وأنا أشكر كل الصحفيين وأشكركم أنتم. فأنا أنا ب... أنا صح أنني هربت من أهلي، صح أنا ما عاد أشتيش عندهم، خلاص أنا أشتي عند أعيش عند عمي. إيش براءة الطفولة؟ إيش ذنب الأطفال من تتزوجوهم كذا؟ يعني مثلا أنا الحين أنا بحل مشكلتي صح، بس بعض الأطفال براءتهم ما يحلوش مشكلتهم، يمكن يموتوا يمكن ينتحروا يمكن يفعلوا اللي براسهم، لأنهم أطفال ما يدروش بحاجة، يعني عندهم ما تعلموش ولا درسوا ولا حاجة. يعني إيش ذنبنا إحنا؟ مش الوحيدة أنا، يمكن كل الأطفال، في ناس كثير بعض الأطفال يعني دبزوا بنفسهم في البحر ما عاد باغي. يعني إيش البراءة هذه؟ هذه ما إيش براءة. صح أنني أنا هربت من عند إلى عند عمي ما كانش موجود، فأني اتصلت لعبد الجبار يجيبني، وعبد الجبار جاب لي بنت وسافرت أنا إياها للفديدة، وعمي لما عرف بالموضوع قالي، وكمان أمي تشتد بلغت علينا الشرطة، أنا عمري 11 سنة وتشتد تزوجني. يعني ما فيش حياة، ما فيش تعليم، ما فيش قوة، ما فيش بين قلبهم رحمة. إيش هذه التربية معاهم؟ الموت أرحمني، إنني أموت ولا أبقى. أنا أفضل أن أكون عند عمي ولا أفضل عندهم. يقتلوني، يهددوني، يغلوني إذا رحت عند عمك بنقتلك. يعني إيش هذا؟ إيش تهديد؟ تهددوا الأطفال، يرضيكم زيي أنا كذا ها يزوروني يرضيكم؟ وكمان أنا عادي، القتل عندي عادي، ولا أعيش عندهم. قتلوا أحلامنا، قتلوا كل شيء اللي فينا، يعني ما باقي. هذه ما هي عاد تربية، هذه قدرناها إجرام. خالتي وهي خالتي عمرها 13 سنة، فعلت سنة مع زوجها وقبت الغاز وتروشت به وماتت. يعني كان يشل الحدايد والحدايد ويسكر وبينه مرض وبينه كل شيء. يعني يرضيكم انه يعني يتزوج؟ يرضيكم؟ يا أمي اقنعي مني، يا أهلي اقنعوني، أنا ما اشتيكمش، خلاص دمرتوا أحلامي كلها دمرتوها.